السادة الوزراء، رئيس البرلمان، آبائنا الكرام، أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن لي قصة الحبيب محمد نرتوي فاتها كالمعتاد يا مزوهات المفتي سيد محمد بن عبد الرحمن إكاو إفاتها يتي أو بيبا كي فاتها يقرآني ويوني يا رنبيا كم يلزم قوهم بحرم القرآن قوفا يوزن جيما ونتريت قال الحق تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا إلا وأميني وعملوا الصالحات وفن يزن جيما فلهم أجر وانقونا مليب غير ممنون يتوب روتين زيها وكتيكا وكتياب أو كاتو شنو فانيا زيلا وادوزي فانيا ديمانا بوكو صلوات الله وسلامه عليه هذا فسيرين رياب هم بوكا شبابك قبل هرمك ورمين رؤونيكنا وهو قبل هون ردهز حسب بوكايا إذا واكو زنجما واكو زفانيا وهرم أونيكنا إكاو جمرم رأز كسو شيندا وزفانيا وتودون رأز تواب هما ديك إليران بوكي دنيا مريكا هاتو لو أزنو كان جمرم رأز يولي وطريت ركاسينا دائما وحرمي مارنغيان نال الأخ محمد الشريف نيون دلي بشليا لويش الذي ذو كم تمها أمبا مروكا دوكو سمارنغيا خير الفايدة يا عنداني زي ثوابو زي آخرة إذن بالي سي ثوابو إيه لا عنداني دوم روتو إشلان أو مو بيهم يزيمو سي شيخ فضل اللهم رب الباس مذهب الباس اشفيه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. وبعد أتباع محمد عليه الصلاة والسلام قصة الحبيب محمد إمانا يا رندس القرآن بانو هم بأطل ما أوحي إليك من الكتاب ينجي تنقورون قزمتو صوم يا قرآن راغيريا وأقم الصلاة يندي آية كمينة شهندا هرم سورة العنكبوت وهرم صحفة ميزمو يا رب فتر يوكا قصة الحبيب محمد حين وجوبة من قوتهم لي خبرها أيها السادة من شاش حقو حقو فشلي راديو أكمور شامل تشلي هذا راديو زبون هبا هات انتو قي جاج وامتانات بير ونزياني تشيا جيلاني الأخ الجيلان وبوكايا عم الفناء إذن ونام الشيء لزينا من يلمسو فكيري قصة الحبيب محمد رولا وهاه روكا نموهاه نينجي نسيش لي قصة الحبيب حضرات السادة الأجلاء يمزيشين دا يا ربيع الأول يا همزي 20 أبريل وماها مجنمتنا من فكرا ومجا وظهر نور محمد صلى الله عليه وسلم وما هو من قوم نهر ووتوم صلوات الله وسلامه عليه وما هو ومن قوم تانو هند ميراج حونا ننفومي وما هو ومن قوم تنميلي هلا ومكة هند مدينة المنورة وما هو وبيلي وولا ومكة هند مدينة هوا ننكد يا بدري وما هو ورارو وولا ومكة هند مدينة هوا ننكد يا أحد وما هو وناني وولا ومكة هدى مدينة حوبة أمك ومكة بعد أيها السادة الأجلة إمازكم من أبي لي ربيع الأول يا كوفك إمازي فكار يا هم زوجوين يا هم هم جنا مردرنا من قميري من قمررنا ميلي وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم متومة فهنا ننفومي صلوات الله وسلامه عليه أهو جمعين بارنغ خطوب حميم صحابة وهيوكا إن عبدا خيره الله بين لقائه وبين البقاء في الدنيا قوم روما يعني كو خيارنا ميزم بين يوكا يباكي يندي أهدنا نميزم أو يلاوي وهرم دنيين فاختار لقاء الله امرو موو حتنغو هدنا نميزم سيدنا أبو بكر هلي وكمت من قجي كسوديو أبا يا رسول الله فداؤك أبي وأمي غاتي تياري يوتو وفدية لنفس ذاها تهاوي انتم أسيبونتي صلوات الله وسلامه عليه عندي أمي سواهو مزوى صفر
حسوهاني وادي حكودهن همرم شاه سيدا ميمونة جبري راسي هاجام بيوكا يا محمد نيزم قوانرو منجنو هم بيوكا يا نقوتا معاني مهلالي ولكن نيزم قواتي جوهم تابيشا هو فنيان رنگو بوكونج جوهو تابيشا إذن إكانغو نو كانغو جو تابيه هولاوا Mnyezi mgungu kwewe hansi, uge ulawe, shango kwewe kamiswa hezi umbepia, ukewe ndi mruwa miso. Ekanga kwewe hutabisa. Shaha kwewe tamani mhundane. Salavatullahi wa salamuhu alayhi. Ngura hadithi onda mdomshaha, Sayyidatina Aisha. Oharimwe zuzo ya kumi na mbili, ya imamu al-Bukhari, oharimwe mkade wa monomshe, wajana na mengu mitano meja. Yakul, Sayyidatina Aisha ngombo salavatullahi wa salamuhu alayhi. Ambe ya Jibrilu karudi, wendewa mtise mfumi wangu. Eka atila wa hunduniani, wa ummatu wa hangu, wajodo tola zeroho na mna hiri. Jibril, harudenda mtise mnyezi mungu. Mnyezi mungu wa mambe ukenda wa mambe Muhammad. Uka, eka ala wa hunduniani, wa ummatu wa hae, wajodo tola zeroho, haubi yabu, na utiro, shaarana ilushitolo au, harimanyungu ya shaba, ya ajwa mafura ya ruhurao. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Iliriwone nroka kartu upata katu. Walakar jajoshi ndari lirihata. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Hambia Jibrilu kaindame mfumi wankuka. Ngamombo. Ya athabu yoyon sitba ya ho ummatu wa hangu. Na itole yo harmero ho ya hangu. No ya sami ho ummatu wa hangu. Jibrilu arudi hedami ya mnyezimu. Mnyezimu kwa mwambia uka. Hidawa mwambia ukaya. Kajajoka karimura hanami. Simpwami amjo watowa ummatu wa hahi. Zero he katim tuwa. Amjo watowa zero ha wangu. Rahana ufuzi wa pindo. Utola wa haruma unganganu. Mtume hamba uka edambe. Mfome angu ukataba leka. Umhunda nara ukiri. Ngami tayari. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Uwade ustadine nge hamdum shahe maimuna. Uwade wakawur nge nsukume nararu. Uwade wa ustadine ronono. Habi emrum shahe maimuna. Unibe ruksa nende, wahe mdumshangu Aisha. Ndiyo nende na fanyo wadeiho. Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Na al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Wa mti ya mtume Baharuni. Mti mambala upanda mono mme. Mti mambala upanda mono mshe. Hata wasiloda honi. Hasayidatina Aisha. Voya wasilibala. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Haba namno hole magi. Bamimi, ehoma ya angwe kelino na unelejo tonlonio. Kiasi ya mengu mime, wa armo ummatu wa hangu. Haba renge magiri moholea. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Halisota biha. Hakantibala salawatullahi wa salamuhu alayhi. Hata bilali, hagamba uka. Ya Rasulallah, assala, assala. Wakatuahe salawuka. Nelejumba chamtume ya kaulala. Sitoka ya uharmo msihiri. Hamambia uka. Ede waambie. Aba Bakari ya tende uwanu. Sayyidatina Aisha hakabala. Hambia mtume uka ya Rasulallah. Sayyidina Abu Bakari ya mlaifu. Ya mlegevu. Eka shingi. Sayyidatina Hafsa. Mrumse wa mtume manawa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Haba naam ya Rasulallah. Ndizo. Kayiri. Wamlisa Sayyidina Abu Bakari. Sayyidina Umar ndo ya tende uwanu. Ajal. Jibri rasi haki amambia mtume uka ya Rasulallah. Abu Aisha, ezidoro honi hae, mwambu uka ya mbaba hati tende, ila tikiwenda mwanda tende, ugyo hufa, wanraki amba uka ya nuhusi. Rahi Hafsa mwambu ezidoro honi hae, do uka ya, ekanga wo otende ziwani mtume, neke mbaba hae Umar, ili ya undofaha uo, nobutukufu uo, nezadaraja hizo. Mtume amambia, Bilali uka, ya Bilal, endame Abu Bakari yusalli bin nasi, ya tende ya salishe. Amba uwanracha ayo wala uka. Antum sawahiba Yusufa. Nyinda wala wanguwasha rangu wakati. Wa mtume Yusufa wa iwae. Mungu ya msifuno harumu ya Qurani amba uka. Idina kaida kuna azimu. Hakikati mutalata huo wanguwasha wanu. Rongo nziru. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Sayyidatina Aisha. Nguri hadithi ya uka. Harenga ito shahahi. Hakazo harumu ya mabagia hangu. Haka utabiha rondondo. Sajfu. Harenga edara hafiniha. Haka utabiha. صلوات الله وسلامه عليه حتى يهوى وظهوري استدواد تمونا على جزوان باري هجوها هتنجيا وأمتها هذه ولواري مصالة هريري هسانة هلاوة هرنجي تنبايا هفنغو شهيطة شكاهم هوزة هدا توصل من بريها هكانت بونتي ويا كانت بانا صلوات الله وسلامه عليه هم أمتها هوكا
خطبة الأخيرة يا خطبة هي ميسو بعدارو كجرنجو واتنا ولا كجمبارنجو ياسا يندي من انو ياهي يا ميسو مصومة صلوات الله وسلامه علي هكاتبو انتي وعرمو من برياهاي فرنجو زي ما صحبه وهاي هو انبيوك ايها الناس اني وندم اني مصحبة عنه بلغني انكم تخافون موت نبيكم بلغني اني وصيلي أنكم أكانين يتخافون غمبل ياه موت نبيكم وفهمتم وهان هل خلد فيكم نبي قبل إن قومتم وانتفيا يا بيهوة يا كانت دائما قبل يهانكو يا تلاوي هو كمتم وي صلوات الله وسلامه عليه إذن منزن قوتاه أتوفها هم يوزدون تفيا وحرمي قبلي وحرمي قرآن هم يوكا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ترجمالي من آدم وانتفيا قوجو نيشي قبل هاو الخلد وكان قوجو كادا إمو هرمو لمنقونه أفإن ميت أي كولا وويهو أفهم الخالدون أنقروك هذا وكان قوجو باكي فتريوك إغراجوك مراباكي هجو كادا ويا محمد بل هم بيوك إنك ميت وإنهم ميتون ومن قوجه فيا محمد فتريوك رنجو جيت سنريوة أوفن وهاه إجابة جوك مروبك جوك عنداوي حتى تصفة هاي نولا وهاي هلاوة وكان قوجه لاوة بس هم بوك الخلود فيه فأوصيكم بالمهاجرين غموتوني ونروا مدينة ما فنين كرونغو نجيما وانو على مكاو مينغارياني غم اوصيو اوانو ومدي وم سامكا ومينغارياني غم موسيون خير بسم الله الرحمن الرحيم هصومو والعصر غم لابو هو وكتو والعصير ان الانسان لفي خسر هينما نادم غيرهم خسارة الا الذين امنوا الا هو امين وعملوا الصالحات وفنين كريمة وتواصوا بالحق واوصياني حقي وتواصوا بالصبر وهرمي خطبة يا هي أميسو إكاو بعد أبوك جمع رنغوتينا هماوكا وأن الأمور تجري بإذن الله زي رنغوزون تبازو هلو حمي زيادة هي أمر يا ميزمو ولا يحملنكم استبطاء أمر إتمتون زنوون أوكا رنغوزي ومهوكا مفكروكا كزناهوكا فإن الله عز وجل ميزمكم تكوفو إيكا فنعركا سبب يمرون تبيع ومن غالب نشهد انك بلغت الرسالة ارجو شهوديوك وصل شيء امنا ام يزمه مسمح لهم اما اللهم اني قد بلغت فاشهد اللهم اني قد بلغت فاشهد اللهم اني قد بلغت فاشهد ام يزمه توصليش الى امانة وانا بيوكايا موصليش ام يسو ايها السادة مسمح بي امان يمسان بامت ايوكا وإن موعدكم إمي أدي هانغو ناني ديسيما نياتي في واشو بابوني نجن مي ناني يندي إمي أدي هانغو مي ناني ني أمتي وهانغو ألا نمجوه فمن أحب أن يرده وغدا إمي وانتو نجن باتي مناي وعرمي سمايتو فليكفف يده ولسانه نزي أم هنا وهاي نولم وهاي أم هنا وسير عند ناي وولم وسام بناي صلوات الله وسلامه علي يولي خطبة يا هي أميسو يا ميو أمة وهاي بعداه هر راجة دهوني عليه الصلاة والسلام ويا جودة هنا جلالة أما وكاين ستة أنينو جزن رنغو سيدي وكربا مسمه نعائشة مسمه لصابوك إن الموت لسكرات موتينيو نتابو مسمه كور حدثيو نعائشة هموك ميزم وحبيلي في السماء السابعة وعرمت من غبية هما جبريلوك يا جبريل أعلن رنوة وحبيلي ومبول منك وكا وسكوا ليه دابون دونا هون رنمي مزاني وانكو محمد Mtumengomu, emalaika wantipio, wasiwati fil ardi, wajashangiriye, hulewa halhabibi Muhammadi. Mtume, hama innal mauta la sakarat, emautinuna taku, ila rafiqin ala. Omiso, nga isengomu bangi amru Abdurrahman ibn Auf, simona abari wa msiwaki, simona hama mtume. هو أنت سمع يا رسول الله أنقوا أنت منعهم
haishiria hemato si urenge si utia ule wangani si ule inisha si utia mtu ume waharimwe hanywa alayhi salatu wasalam omiso Fatima mwana wa mtu mengebala hambauka wa abasa wa karba wa aba haukangu ambu ya msusi ya mina wa yafta ujimala mtu ume uto hundo mwono mume nonyongo mwono mse namba inna almauta la takamawas Fatima amba wa karba wa abata hachemeza hadi solida mtume mpara hamnongonea hadu handi soteha nga isha amba Fatima unabezo ya huambia ukaulila ala utu hango oteo amba ngeju ambesiri ya mtume uboyatiwa hamwambia ukabale mana naka ulila dabo na unamtumada wawo sema nana kauteha mtuma paran nungonea amba uka tulidana la karba ala abika baada liyaum kabati tabogu mambaba hao baada hausi kwa leo na wewe baada amezimira ndaru ngozo ndunga ya Fatima mwana wa mtume alayhi salatu wa salam omizo mtume amba uka ila rafiqin aala ila rafiqin aala fa akhadha ruhahu salawatullahi wa salamu alayhi roho ya hirengwa emfundaru umtana salawatullah wa harimeshu mashahae ya dolala irnamru mshahae sajidatna Aisha akar habari zenea kamtume hafu sayyidina umaratu walu pangati hada ini ujamba uka mtume hafu mdu mkwa shahitwa hasi uhabati khalaf Sina Abu Bakr kaja kabala. Hala mahala ya dingu haba arrabda. Haja bala anja undani. Haundu mtume boya alaziwa. Hamju senguo. Uharimo uso. Hamnuku. Haba tifta hajan wa majitan ya Rasulallah. Rufa hauro ukana muhahu. Weto jisa ya Rasulallah. Hala obu nda kutubu amba uka. Man kana ya Abu Muhammad. Ini ya ka Abu Muhammad. Fa inna Muhammadan katuhufia. Mtume hafu. Hasomai aya wa ma Muhammadun illa rasul mtume kajaka illa rume ya Mwenyezi Mungu afa imada eka hafu au kutila au haula inqalabtum ala aqabikum watajurudia dingoni mdanganyihe wa man yanqalibu ala aqibai inajurudia dingoni falan yadhur Allah shay'a sayyidina Umar habauka hama njafaru ishia ya aya hida ajali esa ila waqtarifiana egarimti honda baadhi wa mbauka nari mrega ramzi shei baiti lmaktisi bai hundu hudingu kishei mitume wata wa mbauka la nari mrega ramzi shei uhao makata almukarrama sayyidina Abu Bakr wa mbauka chisha mtume nguabo nahnu maashara anbiya si mitume si todishiwa ema halabu kao lorafia o wakati ula sayyidina Ali ibn Abi Talib wa ibn Abbas walfadla ibn Abbas wa kuthame namzima urangwa shakran wala ndo wangia wakahosa mtume o harimu ya mahala ya alala o harimu ya shumba cha sayedatina Aisha ayu hasada msuanta nilete nunga mtu mnangubu mtiti yako uwanruwa ngwa ondani ngwa usawo mtume uwanruwa Madina ili mmone uka uwanruvurana chaka zikankodo mtume nga undani ngoziwa uwanruwa Madina wede mahaladi ngwa hamba takifa ama naribeze rambeze khabari ewutoka urai ensiino no umma uharimu mji wa haki sayyidina Umar na sayyidina Abu Bakar wajawa parola uwadiriki na hunu mtume hosiwa yode tabia ya kibinadamu wa upande wa kimaisha agal mtume hosiwa no wanruwala salawatullahi wa salamuhu alayhi ija naritimbe enda aparwa aba Ubayd ibn al-Jarrah na Talhat al-Fayyal wajawa mabia sayyidatina Aisha ura shaitan ya he mahalam tume ya dolala wa tibibala salawatullahi wa salamuhu alayhi ila ndi mfumbaru hati mfumne watati mtume hasauti uhe mfumne swahili watati ikaw kitende samba uka ikande mwetikume nabili mfumdaru dabo ya hafa ya rabi an awal awaka uziwa mfumne ya kande mwetikume nadaru ya rabi an awal ya kande mwetikukari ya homo zwojwe mahama jana maradaru na mengo miraru namili hea hansu wabala ekeli ya kawusaliwa alayhi salatu wa salam kabajaka imamu kattu cha ngabati ngo unjia tengo la andani wa msali ya lilawa na la vili kabajaka imamu ya ima kautendea hauka muhammadun salawatullah wa salamuhu alayhi ngeyabu halala hata wa msali ya wesa baada bada wa mdengi wele wa mzi hibala babu
وحرمت اسم بشيلة إما على توفي يا تب قبرين سيدنا علي ابن أبي طالب نا الفضل ابن عباس نشقران نقثام وندوغا لدمتوم صلوات الله وسلامه عليه يهندو لا وحمتوم إيكاو متوم ويحمب أول وهاه أمتي حديث رابش لوايو نالإمام الطبراني نأبو داود نالحاكم متوم يحمبك أمتي مرحومة وأمت وهانغ رحميوة لا عذاب عليها كواتنا عذاب آخرة عذاب يحاو في الدنيا الفتن والزلازل الزلازل دي زيجوندو نلفتنا لومانا بين هاو شا آخرة كواتنا عذاب متومنكو جورون بيا حضرات السادة نقام تميس فهم بوكم تومي عليه الصلاة والسلام هم بوكايا مودون توا كياما Mwenyezi Mungu ngugyotanga Mwenyezi umbe pia waharumale bangwe la kiyama na mnabukao ekele bagouka adhabu mrumzima ngugyola wantabe ike bahari wanwado sunga wanadam ngwagyo haba ukana rendoha adam ya rombe Mwenyezi Mungu rijuwezi runrao wendoha adam ngugyamba uka mwa hausiu kajaparo hausiu hama leo walaka na uparo hausiu hama ndo usikuwa leo nafsi ndi mbako meo ya hangu mtina beza mro na mwendoha nungu wende yuhamba de namna hiyo wahumusambe namna hiyo mwisambe namna hiyo umiso mtu mingu wangu wagyo ugyo hangu eka wagyo hangu nga mgyo amba na hamu analaha ninde mruo kabili Mwenyezi Mungu usikuwa leo hangu nga mgyo amba na hamu analaha ninde mruo kabili Mwenyezi Mungu usikuwa leo kabati mruo kabili Mwenyezi Mungu usikuwa itondami Mtume ngwambo Mwenyezi Mungu ngenda na sala raka mbili ne sawari mwesikida Mwenyezi Mungu ngukiona mbe ukaya Muhammad irfa rasaka yusacheto shahahu sal taheni wanzao tonto ngogoni kwa bo mtume bangola bo mtume emndonda bo mtume taheni wanzao ngari kyo huni kwa bo mtume mtume ngwambo ngamjamba ya rabbi ummati do ummati wa hangu rangu kabla rege mbazi nroaji mtume ngwambo Mwenyezi Mungu ngukiona mbe uka wa ummati wa hao 70,000 mgeo watambe boni na hisabu mtume ngwamba mke wamba ya rabbi wa huwa shashi 70,000 kado ya bili mke wamba wa huwa shashi 70,000 kado ya raru omiso mtume ngwamba ukaya ngamjwa Mwenyezi Mungu ngiona mbe kado yani ukaya Muhammad idhabu ila babil janna tendo harimo mlango wa hembebo na umanzao wa harimo ummati wa hao umzingare umtembe boni wa undati insha Allah ya humo netanuka mahfalian tangu handisa umwazi wa umando wa mwezi unu hata leuri utimizio ya unde faida rigeri fanye rigeri ngie mbebo ikao Mwenyezi Mungu ya mbo harimu ya Qur'an uka fiha ma tashtahil anfus ina rongo inafsi ya mwana adam iya nta ungizo harimu ya mbebo wataladhu l'ayun na nazo utulize roho wa antum na nyinyo harimu ya mbebo iyo khaliduna amjo uka daima fiha wa harimu ya mbebo iyo anharun ngabo miro min matali musabba ya tariyata fiha wa anharun namiro min khamrin yanfino lathatin lisharibin yanda ladha wa nao fiha wa harimwembe boiyo kawaiba atraba ngabu wanruashe wanawari wakao emabele yawa akawaiba atohima abkara wa bikra wa umri wa ma Sima ili mwone saukaito ndese naema zambeboni mtume yamba uka fiha maala ainu raati harumembe bayiyo ngabondongo kodito kalikeona wala udhunu nsamiati wala chichio kalikeashishia wala khatara ala kalbi bashar wala manadam kajaforo fikiri wala uziwaza mtume ya kutubahe ya mwiso ama ngarijo uhorana nae wa harimaisi mashahae shambeboni na mtume yamba uka idha saaltumul janna ikanga mwombo mbebo na mwombe alfardawzi bawo mrawa hangu maksusi na utaya antizi wawo wa miche uondi origyo yandara ingare mtume insha Allah اتباع محمد عليه الصلاه والسلام امرنغو يانو تيابوره ولامغو كاجيوري صليتي دينبوره شادون تيفاري مليدان وقت وابيرا لو ياوند ما فونا نتيجه يا هما حبه يا وانتمتومه غارجو كان سينا يمبهوني متمامي واوكان ميزي مungu ولا سوف يعطيك ربك فضل الله مungu جونيكاني وانتم مفكا وريدي راهي اما وكا اذن سينوري دمت محرمه امه وهانغو يا كان وارمو مرو شانغا مجوري دي وانتي با وكاي وحرم يمبهو ان شاء الله أسأل الله القبول هرومبا ميزم غاري كوباليه اكيتي هذا يا هومزي ونو بيا هلا عفو بعدا بنتي ميزامبا هومزي ونو كويس نوكي سبب ريرنجلي نوكي سبب ريرنجلي سي حكي نرتفضل ريلوان
ifasiri ya demokrasi si ukaya ina mrada ya bezo ya ndao shia ifasiri ya demokrasi ya sabuti ndo uka naritanganyehe hadaula hauma hamafundi hawanru hamshe hamme hamtiti rende egoti rambe maslaha hensinu abandu wele wanae pesa ya demokrasi uka arimru gena urambe ya ndao ya deyapo tigiao Douka enamru ifatiria demokrasi ifatirono na Qur'ani washawiruhum fil amr wa amruhum shura bainahum eni wafanyao washawiriana fatireuka enamru narenge fumbu kama na marenti harma usilamu yarangia wa umma ema waziri edaula erais wa edaula yafundi emwalimu pia enamru narenge edhamana ya ahe ritanganyihe rirengeze nsimu rehente misingi ya atu nowa na atu nowa andru wage ukahukia uharmetinu yote hakika ya demokrasi sheka wela ule wakaha deya hapa ketina mbamana awela ala wauka inamna hule mingu keli rinonde namna inu jana baka raisi hata watu leo baki ya mragi baki ya mawaziri wanragi baki ya labaka kabaki uki ini namna ya hule mingu pia shaiza giri hindi sharti wanru wa yehensi omsingi wa hensi nomsingi wa hensi nungu wana bahati haukai raisi ulio katina rankwini shaa kajaka uzifikiri enemru ya atu kawfikiri nrongo ye kaka ana rankwini yabo wanru chinda wonsi pia watafikia emenge ngari wombao zenrongo mnyezi mungu ya rone sao hensi inu haina wakati ewe fadhakir ngari mwetele zaoni mgungu ranzo haukaina usikunguri la uzo kadararu mdaro wa nguo ngari maiteleza unipia hensi inu mgungu ranzo suo henu usikungu sori la uza harudari toho harumalebaya evenge ngari maiteleza oni omiso amtimezine mabenuka wa ufabudho amri ila Allah kazi ranti za omyeze mungu ya keshahidi zenrongo rati panya nizori panya upia zindito mtu meyambio fadhakir na mweshele zizane rika aguma mweshele zizana omwiso oharimu omwezi unumende na kaurongo waku zenrongo zinupia doktoeshele zana mwezi mungu watukufu ekangavo mrubokao emaneno na ayamba ya mtaabisha au ya mudi mba nrongo ngari wamba usamaha nesamaha ngezo ukiri hauka karigia kusidi ya nrongo ito mwezi mungu nesi ya hatu na udhamana mungu wa gyori nika khairi insha Allah wa salamu Allahi alaikum wa laafu ankum